نبتدي بقى بالكابتن بتاع القعده كابتن شريف عبد المنعم، ولا عندك اعتراض من الاول؟ لا الكبير بتاعنا، ما احنا عندنا احنا جيش هي ادميه، لازم الكابتن شريف من الاول. ايوه يعني احنا ادميه ودستور عندنا ان الكبير يتكلم الاول وبعدين الاصغر. ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. دي حقيقه. كابتن شريف حبيبي، كابتن محمود الخطيب رئيس بعثه النادي الاهلي في مباراه مهمه، شفناه رئيس بعثه في مباريات صعبه قبل كده في السوبر الافريقي، شفناه في مباراه سان داونز السنه اللي فاتت في البطوله التاسعه. شايف ازاي وجود الكابتن محمود الخطيب مع بعثه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وايضا شايف استقبال كمان رئيس نادي الترجي للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب؟ طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه لينا كبيره جدا ورمز من رموز النادي الاهلي الكبار. انا مش هزايد في حب كلنا لرموزنا، يعني انا مش هزايد في حب الناس كلها للكابتن محمود الخطيب. انا مش هشرح الحاله الجميله اللي بيعملها كابتن محمود الخطيب للعيبه كلها، اللي كان رد فعلها في السوبر الافريقي اللعيبه كلها جالها حاله بعد التتويج وهما بيستلموا الميداليات، حسوا قد ايه كابتن محمود الخطيب تعبان معاهم اول فتره فاتت دي، مهتم جدا انه يبقى موجود جنبه، بيحسسهم ان هو زيهم، يعني زي كل الاداره كلها حاسه باللعيبه قد ايه بالضغوط اللي هي عليها، هم كمان واقفين جنبهم عشان كده. فكان في رد فعل جميل جدا، الدنيا كلها شافته. فده كان اقل شيء من اللعيبه الحقيقه، ان احنا المجهود الكبير اللي بيبذله كابتن محمود واعضاء مجلس الاداره وما شاء الله الله اكبر، بيدي دفعه كبيره جدا نفسيه للعيبه حتى، واحنا نفسنا لما بنشوف على الطياره كابتن محمود الخطيب في اول الصفوف بالنسبه للعيبه، حس اللعيبه شالت الحمل، شال الحمل على اللعيبه كلها. زي ما انت قلت من شويه كده، مش مطلوب من اللعيبه غير انه يلعب. مش مطلوب انه يلعب، ان هو حاسس ان كل حاجه متجهزه له. اللي هو التاكتكس اللي انا بتكلم عنه من ساعه ما نزلوا من الطياره لارض تونس الحبيبه بالاستقبال الهايل من السفاره. شفت الاستقبال ازاي؟ الله اكبر. السفاره بالراجل رئيس فريق الترجي، ده الاحترام والكم اللي انا كلمتك عنه النهارده، بقيت حاسس بفخر، فخر النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي الحقيقه، ازاي بيستقبل في الاجواء كلها، ازاي بيزيل اي كابتن محمود الخطيب وهو نازل وهو بيسلم وبيع، مفيش بقى اي شحنات، مفيش اي ضغوط بين الفرقتين، خدت بالك؟ هنستقبلهم بنفس الشكل اكيد طبعا، بنفس البروتوكول بنفس. فوجود الكابتن محمود الخطيب بيدينا احنا حتى واحنا قاعدين يعني اكسجين كده، ان احنا هيبقى في روح، بيدي روح، بيدي طمانينه للعيبه كلها، اللعيبه بتبقى محتاجاها طبعا. ما هو علي معلول مره قال لي، كنت بعمل معاه حوار، قال لي وجود الكابتن محمود الخطيب معايا الرساله وصلت حتى لو ما اتكلمش معانا طول السفر ده. لا وجوده الحقيقه طول عمره حتى هو بيلعب، انا يمكن انا كان ليا الحظ وشاركته سنين اللي انا لعبتها كلها في حياتي لغايه ما بطلت معاه في نفس السنه برضه. فحاجه ثانيه خالص، بيبقى موجود معايا في الملعب بيشيل عني، انا بلعب بقى يعني، هو شايل المسؤوليه وهو وبتقعد تتفرج عليه. والله يا اسامه يمكن ما تجيليش فرص كتيره اتكلم في الحاجات دي، بتتمتع. ده كوره واخلاق واداره ومانجمنت وكل حاجه، وواضح بعد كده في الحياه والمسيره، خدت بالك؟ اللي هو الموروثات اللي احنا بنتكلم عليها، وبقى رئيس النادي الحمد لله. تمام.